Hello and welcome. Before she'd even graduated from theatre school, this actress was making a name for herself, and she's gone on to become one of the most prolific performers in the Arab film world. This week on One on One, meet the top Egyptian actress, Ilham Shaheen. Her ability to take on a diverse range of roles with conviction propelled her into the limelight of the Egyptian film industry. Ilham Shaheen was only 21 and not yet a graduate when she starred in her first of many movies in 1981. The 80s turned out to be a prolific time for her, further boosting her popularity and her ability to command some of the highest fees as an actress in the Middle East, often taking on controversial roles, such as a woman who married multiple times. Shaheen continued to court controversy when, during the 2011 Egyptian revolution, she was accused of supporting President Hosni Mubarak's iron-fisted rule. But in spite of that, she has remained one of the Arab world's most watchable performers. Ilham Shaheen, it's great to speak with you. Thank you. What sort of projects do you like to do nowadays? What sort of roles do you look for? أنا قدمت العديد من الأعمال يعني أنا عندي 86 films. وقدمت نوعيات مختلفة يعني حاولت إنه ما كنتش في إطار محدد في نوعية واحدة من الأدوار إنه تمردت على الفيدات التقليدية قدمت دور المجنونة قدمت دور المعاقة ذهنيا قدمت دور المنحرفة أستاذة الجامعة المثقفة عضو مجلس الشعب عضو في البرلمان نوعيات عديدة من الأعمال يعني آخرهم قدمت الناس اللي بيعيشوا في العشوائيات اللي نسيهم الزمن يعني اللي بيعانوا من الفقر الشديد ده في آخر أفلامي خلطة فوزية لكن اللي أنا جوايا بتمناه اللي لسه ما قدمتوش كان نفسي أقدم فيلم تاريخي فيلم من نوعية أفلام مثلا زي أفلام يوسف شاهين الناصر صلاح الدين جميلة أبو حريد السير الذاتية للشخصيات وكان عندي حلم يعني دريم اني اقدم شخصية الملكة حتشبسوت حتشبسوت اول ملكة فرعونية حكمت في التاريخ اول امرأة في العالم تكون حاكمة فكان نفسي اقدم شخصيتها وكنت عايزة اقدمها مع يوسف شاهين بس ما لحقناش يعني ما جتش الفرصة Are there any subjects that are taboo for you? Any subjects you would not take on for any reason? لا ما يعني السينمائي يعمل كل الأدوار والسينما ما هيش واقع السينما إيحاء أنا بأوحي للناس بالدور يعني أنا ممكن أعمل مثلا لو بعمل شخصية بروستوتشوت مش لازم أعملها وأنا عارية تماما عشان الناس تعرف لكن أداء الممثل هو اللي يساعد ويقدم أي شخصية مسألة إلحاء فأنا لا أنا ضد الممثل اللي يحدد نوعية أدوار أنا كممثل أعمل كل الأدوار أي دور Do you look at films as a way to entertain or do you think that films also have the responsibility of a social message there should be some social commentary بالتأكيد أفلامنا مسؤولة عن توصيل أي يعني المسج عن تطوير المجتمع عن يعني كل فيلم بنقدمه ليه مسج يعني بنعلم الناس بنغير أفكارهم بنخليهم أكثر جرأة بنتناول حتى لو في عقائد أو أفكار بطريقة فيها تطرف فيها شيء غلط فالسينما مسؤولة عندها مسؤولية كبيرة إنه تصلح من هذه المفاهيم لأن ليها تأثير كبير على الناس وأنا بشوف إن السينما يعني أصبحت تأثيرها على الناس يمكن أقوى من النيوز بيبرز والمقالة يعني أكتر من الكتابة السينما مؤثرة جدا على عقول الناس وعلى مشاعرهم فإذا بيحبوا الفنان وبيثقوا فيه بيسكو كمان في الأفكار اللي بيطرحها وهنا بتكون في مسؤولية كبيرة على الفنان إيه العمل اللي يوافق عليه وإنه هو موافق على فكر هذا العمل والمسج اللي بيوصله هذا العمل أو لا Take me back to your childhood in Cairo in Egypt where you're born What were those early, the early years like for you?
أنا يعني اتولدت في منطقة جميلة مصر الجديدة هليوبوليس، وكنت في مدرسة فرنساوي نوتردام دي بيربيتيول سكور، والمدرسة كان كل اللي أغلب اللي بدرسوا لنا راهبات، وكان في دير جوه المدرسة. حببوني في العلم جدا، وحببوني في الأديان جدا، في الدين الإسلامي والمسيحي، لأن كان عندهم تسامح وكان عندهم أسلوب جميل وهادئ جدا في الإقناع. وحببوني في الفن لأنهم كانوا يهتموا جدا جدا بالفن، يعني لو واحدة بترسم زي بيساعدوها ويوجهوها، لو واحدة بتحب العزف مثلا، كنت بعزف بيانو، كنت بغني وبرقص في المدرسة، كنا بنعمل حفلات في عيد الأم مثلا، نغني للأم أو في نهاية العام الدراسي. فمن هنا بدأ حبي للفن، أنه بحبه عن طريق الاستيج في المسرح المدرسي. علموني الباليه، وعلموني أني أهتم بالموسيقى، يعني كان في جو من الفن وجو من الرقي والسمو اتعلمته وأنا صغيرة من خلال مدرستي اللي بحبها جدا لحد الآن. أنا على اتصال بالراهبات رغم أن تعاقبت الأجيال، لكن على علاقة وطيدة بهم. وحياتي الأسرية حياة بسيطة، إحنا أسرة متوسطة، ما إحناش أغنياء جدا ولا إحنا فقراء، يعني نتعلم في مدارس كويسة، بابا كان مدير شركة، عايشين حياة عادية متوسطة، لكن بنسافر بنتفسح بنخرج بنتعلم كويس في حدود طبعا. ومسألة حب الفن، أنا كنت بحب جدا أن أنا أكون الليدر للعملية الفنية، فعشان كده دخلت أدرس. أنا دخلت أدرس مسرح، وأنا نجمة السينما الوحيدة في مصر اللي خريجت المعهد العالي للفنون المسرحية، يعني حصل على بكالوريوس في التمثيل والإخراج. كل نجمات السينما تقريبا ما درسوش التمثيل، يعني بس اشتغلوا بالموهبة فقط. لكن أنا اهتميت بالدراسة لأن أنا كنت مش عايزة أكون ممثلة، كنت عايزة أكون مخرجة. Did your parents also follow that same encouragement that the school was giving you? Did your parents like the idea that you were going into acting? No. My mother is okay. My father, no. بابا ما كانش متصور إنه أنا ممكن أكون فنانة، لأن أنا كنت خجولة كتير، كنت شوية منطوية، يعني يدوب يكون عندي الجرأة في وسط زميلي في المدرسة في حفلات المدرسة، فما كانش متصور. وأنا لما دخلت أدرس قلت له أنا دخل أدرس إخراج. من السنة الأولى بدأت في التمثيل، ما كانش حابب لأنه حسنا أنا صغيرة وفي وسط سينمائي صعب، إزاي أقدر أعيش في وسطهم. كان خايف عليا، يعني كان في نوع كبير من الخوف، يمكن حارب كتير أن أنا أكون ممثلة، واختلفنا كتير بسبب هذا الموضوع. يمكن كان أيضا خلافات بينه وبين ماما أن هي بتشجعني وهو رافض الفكرة، مش لأنه كاره الوسط الفني، لكن لأنه خايف عليا أنه بنت صغيرة وتخش مجال صعب جدا. وتعرضت وأنا في بدايتي لمشاكل كتير، يعني حتى وأنا أثناء الدراسة في معهد فنون مسرحية مثلا سقطوني سنة في سنة ثالثة، عدت السنة، كان في شوية حرب من الأساتذة في المعهد، يعني تعبت في بداياتي وكنت سني صغير. يعني بدأت أمثل عمري 16 سنة وبدرس بأكاديمية الفنون وبمثل، وعندي مثلا بصور فيلم وبشتغل مسرح لأنه بحب السياتر كتير. فكان صعب على بنت في العمر ده أنه تقدر تشتغل حوالي 20 ساعة في اليوم ما بين دراسة وشغل. فبابا كان رافض وحاسس أن ده لود وأن أنا بضيع فترة جميلة من عمري في مسؤوليات أكبر مني. How do you think you've come out a better person because of all that struggle? What has it taught you in terms of a lesson in life? والله هي الصعوبات اللي أنا فت فيها خلتني أقوى، لأنه أنا كنت ضعيفة جدا، يعني كنت لما أختلف مثلا لو مخرج اتعامل معايا، كان في مخرج كبير الأستاذ حسن الإمام واتكلم معايا بطريقة، يعني كان عصبي شوية هو بيتكلم،
ما عرفتش أرد عليه، قعدت أبكي، وكنت داخلة مع فيلم قلت ولا يمكن أشتغل سينما. كنت بخاف جدا من الناس، ما كنتش اجتماعية. الصعوبات دي خلتني أقوى، خلتني أحاول أكون قدام الناس إنه واثقة في نفسي أكتر، إن أظهر، إن أنا أحاول أظهر إن أنا شخصية أقوى. خلتني أقول أنا دايماً لازم أكون صح عشان ما أديش فرصة لحد إنه يمسك عليا شيء غلط. يعني أنا دايماً أكون في الموقع الصح، أقول الكلام الصح، لا أتعدى حدودي، وإن أنا أعرف أحمي نفسي، يعني إنه أعرف أوقف كل شخص عنده حدوده في التعامل معايا. لأن لما بيكون الواحد ضعيف كتير بيدي الناس فرصة إنها يعني تزيد من سطوتها، وده طبعا شيء مرفوض. فاتعلمت وكنت صغيرة صحيح، لكن حاولت إن أنا أكبر بدري، أكبر عن سني بدري. Graduated from the High Institute of Theatrical Arts, and you were doing, you already established yourself while you were studying as well. How did you cope with the energy that was needed to work, to succeed and study all at once? لما بيكون واحد عنده إرادة، يعني في هدف، ممكن يدي القوة. وأنا كان عندي هدف، كنت حابة الفن ومستعجلة أحقق مكانة كبيرة فيه، وحاسة أن أنا موهوبة، وحاسة أن أنا دخلت بطريق صحيح، وأن أنا دخلت أدرس في الأكاديمية. مش عايزة أكون مجرد واحدة يعني بدون شهادة عليا وإن دخلت تمثل، يعني عايزة أثبت وجودي، عايزة أكون قوية من خلال المكانة اللي أنا هحققها. وأنا حاسة أن أنا قدرت أعمل ده، يعني تعبت صحيح في حياتي، بس أخذت المقابل في سن صغير جدا، أخذت مكانة جيدة، اشتغلت كتير، سافرت كتير، أخذت جوائز كتير جدا، تكريمات كتير. عندي حجرة في المنزل، حجرة مكتبي، يمكن ثلاث حوائط كلهم من الأرض للسقف شهادات، يعني شهادات تقدير أو تكريم أو جوائز من مهرجانات. حاسة أن أنا حققت شيء كبير، يعني تعبي وأنا صغيرة خلاني أحقق مكانة جيدة أنا سعيدة بها، إن أنا بخدم مجتمعي، بعمل أعمال فنية تؤثر في الناس وتساعدهم وتفيدهم. فحاسة أن أنا وجودي في الحياة له معنى، كل ده من خلال تعبي وأنا صغيرة واستعجالي أن أنا أحقق مكانة جيدة. Now your roles were very, very interesting and very diverse, and I'll get on to some of those in a moment. What do you feel was the defining moment in your life? أكبر فيلم كان مؤثر وكان نقلة كبيرة في حياتي الفنية كان فيلم اسمه الهلفوت مع عادل إمام، لأن عادل إمام ليه شعبية وجماهيرية كبيرة جدا. فلما بينجح الفيلم أي ستار قدامه بتاخد نجاح، يعني بتستفيد من نجاح عادل إمام. فأنا استفدت من نجاح عادل إمام، وكان أول جايزة أخدها في حياتي كان عن هذا الفيلم الهلفوت، وكان وراه مباشرة فيلم اسمه أيام الغضب. الفيلم ده كنت بعمل دور واحدة مريضة عقليا مجنونة في مستشفى الأمراض العقلية، وكان دور مهم جدا لأنه كان 7 مشاهد فقط في الفيلم، ورغم كده حصلت على 3 جوائز من 3 مهرجانات دولية كأحسن ممثلة فيه. فده كان نقلة كبيرة في حياتي، أنه أنا مش شرط إن عشان أثبت وجودي أنه أكون بطلة العمل ككل، أنه ب7 مشاهد قدرت في 3 مهرجانات دولية أخذ جائزة أحسن ممثلة، كان شيء مهم، يعني كتب عنه النقاد كويس، يعني زادني قيمة واحترام عند الناس. That second movie you did, Al-Ar, which was a very, very big success, how did it open doors for you? What opportunities did it create for you? يعني هقول بعد فيلم الهلفوت وأيام الغضب اللي هما كانوا في البدايات، يمكن السنة اللي بعدهم عملت في عام 11 أفلام، يعني 10 films at 1 year. طبعاً ما أقدرش أقول كلهم بنفس المستوى العالي، لكن بقى في يعني تكالب من المنتجين إنه البنت الجديدة إنه
ممثلة ومش ممثلة شكل، يعني ممثلة تستطيع أنها تقدم كل النوعيات من الأدوار، وأنه أفلامها تسافر في مهرجانات وتاخد جوائز. فالحقيقة كان في إقبال شديد. يمكن في الأول ما كنتش بعرف أختار كويس، لكن بعد سنة اثنين بدأت أختار أعمالي بشكل كويس قوي، وأقلل طبعا من عدد الأعمال، أنه مثلا بعد العشر أفلام بقيت أقول كفاية أربع أفلام، بعدين ثلاثة، وبعدين اثنين. يعني اتفتحت أبواب السينما، وده خلاني كمان يعني اتكرمت في عدة دول، اتكرمت من رؤساء دول، اتكرمت في مهرجانات مسرح، في مهرجانات تلفزيون، في مهرجانات سينما. وأنا كمان لأنه كنت بحب الشغل قوي وبحب الفن قوي، ما توقفتش عند السينما فقط. كنت بحب أعمل مسلسل تلفزيوني، لأن ده يعني مسلسل تلفزيوني كل سنة ده بيعمل جماهيرية كبيرة قوي، الملايين من الناس أكتر من السينما. يعني شعبية التلفزيون تعمل النجاح وبيكون أكبر من نجاح السينما، لأن أعداد كبيرة جدا بتشوفه. وأيضا في المسرح يعني عملت مسرحية بعتبرها من الأعمال المهمة جدا في حياتي، كاليجولا لألبير كامي، كان معايا نجم كبير نور الشريف، وسافرنا بيها كمان مهرجانات، منهم مهرجان موتريل لدول البحر الأبيض المتوسط في أسبانيا. فكان يعني نجاحات متتالية، ومش سينما فقط، سينما وتلفزيون ومسرح. You took on some controversial roles. For example, you played a prostitute in Laham Rekis, a cheap flesh as it translates to English, in 1982. And then you were an adulterous wife in Junoon al-Haya, The Craziness of Life, in 2000. What sort of reaction did you get from your audience in the Middle East to playing these kind of controversial roles? المتشددين يعني المتعصبين أو المتطرفين في الدين كانوا رافضين طبعا هذه النوعية من الأفلام، لكن الغريب أنهم يعني ممكن ينتقدوا بالكلام لكن تكون أكتر أفلام تجيب إيرادات، وهو ده بيبقى الشيء الغريب، أنه الناس بتقول كلام في شيء من الشعارات، لأنه بداخلهم لو فعلا كل العالم ضد هذه النوعية، يعني لو كل الجمهور ضد هذه النوعية مش هتنجح. لكن فيلم اللحم الرخيص، فيلم جنون الحياة، من أكتر الأفلام اللي جابت إيرادات، لكن اتهاجمت لجرأتها الشديدة جدا، لأن اللحم الرخيص كان بيتكلم عن البنات الفقراء جدا، والممكن يتباعوا للعرب الأغنياء. وفيلم جنون الحياة أيضا في جرأة شديدة، لأنه المرأة بتساوي نفسها بالرجل، انه زي ما الرجل بيخونها هي كمان من حقها تخونه، بتعطي نفسها نفس الحق انها تكون ند للرجل. وهذه الافكار ضد عاداتنا وتقاليدنا وديننا، يعني اشياء كتير. فالافلام دي اتهاجمت جدا لكنها نجحت نجاح الحقيقه مذهل. I know that you regard one of your most challenging roles as that of the mentally challenged patient, the mentally ill patient in Ayam al-Ghadab, Days of Anger, in 1989. How did you prepare for that role? الفيلم ده بالذات كان محتاج فعلا تحضير خاص، لأنه أنا ذهبت لمستشفى الأمراض العقلية وشفت حالات وقعدت ورقبت وقعدت مع العديد من دكاترة الأمراض النفسية، وكتبوا لي ريبورت يعني تقرير عن الحالة اللي أنا عايزة أقدمها، وكل واحد قال لي يعني مواصفاتها. جمعتهم مع بعض وأطلقت لخيالي العنان ورفضت. الحقيقة كان في بعض مشاهد فيها حوار، أنا رفضت أن أنا أقول الحوار، واتفقت مع المخرج أن أنا يعني أمثل هذه المواقف بانتومايم بالصامت، انه انا ممكن بالعين بطريقه ادائي باحساسي اوصل ايه اللي عايزه تقوله للشخصيه، مش بالحوار، لان الحوار يخليها يعني اعقل، يعني فاهمه، بتوضح وجهه نظرها. ففي بعض مشاهد ما كانش في حوار ابدا، ومعظم مشاهدي في الفيلم هم سبع مشاهد كان بانتوماين. فانا عشان كده كنت بعتبره من الادوار الصعبه جدا، لأن الحوار بيساعد الممثل على الأداء،
لكن إذا صامت وأوصل الأداء هو ده صعوبته، وهو ده اللي خلاني سعيدة يعني ومتحمسة، لأن يعني جواي حماس إنه أعمل دور في مجهود ممثل، فعملت في مجهود ممثل والحمد لله إن أنا أخذت عليه 3 جوائز، فحسيت بتقدير كبير. Now you love to embrace controversy. You've got a film which you've made recently, Khaltat Fozea, which is Fozea's secret recipe, which is a very, very controversial subject about a woman married to many men. What has been the reaction to that film? The reaction, I will see it here. Right, I see. Because okay. This is the first not in the time. Previous. Ah, okay. So I thought there was yeah. I don't know. I am afraid. يعني أنا خايفة مش عارفة هيكون إيه الرياكشن مسألة الست اللي بتتجوز كتير، لأنه المنتاليتي بتاعنا إحنا العرب إن الراجل ممكن يتجوز كتير لكن المرأة لا، إنه ممكن تكتفي بزوج. وفي نفس الوقت مش ده بس قضية الفيلم، لكن القضية طبعا الجهل، إنه زي فقيرة بتخلف كتير أطفال وهي مش قادرة تصرف عليهم، وحياة بتفشل بتبدأ حياة أخرى، وكل الأبهات ناس بسطاء جدا يعني فقراء، فإزاي بيفكروا بهذه الطريقة وإزاي بيقدروا يعيشوا وإيه أحلامهم، ورغم أن الأحلام بسيطة جدا فوزية حلمها أن تكون عندها حمام خاص بيها، لأنه كل المنطقة ما عندهمش غير حمام واحد كلهم يستعملوه، ما عندهمش في بيوتهم حمام. ف قد إيه الناس دي يكادوا يكونوا معدمين، ما عندهمش أي شيء في الحياة، ورغم كده الغريب إنهم بيضحكوا ولسه بيستمتعوا بالدنيا ولسه عندهم أمل في بكرة، وهم هذه النوعية ما بيفكروش كتير في مستقبل، بيفكروا يوم بيوم، يعني بيفكروا إزاي يعيشوا دلوقتي الآن، يعني today only. Many aspiring actors and actresses look up to you because you've had a long and successful career. Who in your life have you looked up to? Who have been your mentors or your role models? Ah, أنا يعني بحب مين من الفنانين بشوفهم دول. اللي أنا بحبهم. شوف طبعا في نجوم عالميين أكيد أنا بحبهم كتير. وفي نجوم مصريين كمان أعتز بيهم وهحب أتكلم عن النجوم المصريين. يعني أنا بحب جدا هند رستم، الناس كلها تعرفها مثلا من أفلام كتير، لكن في بداية حياتها عملت فيلم باب الحديد مع يوسف شاهين وهي فنانة عظيمة جدا. بحب مثلا ماجدة في فيلم جميلة بحريد أيضا مع يوسف شاهين، فنانة مميزة جدا جدا. بحب فاتن حمامة طبعا ليها أفلام عظيمة كتير، يعني أنا أكتر أفلام بحب دعاء الكروان، ده قصة دكتور تحسين. بحب نهر الحب، وده متاخد عن أنا كارنينا، ودور مهم قوي ومن الأفلام اللي بحبها لها جدا. بحب سعاد حسني ونادية لطفي، دول علامات أيضا في تاريخ السينما المصرية. فإحنا عندنا في تاريخنا السينمائي الحقيقة فنانات يعني عظيمات جدا جدا، ولو كانوا جات لهم الفرصة ويجيدوا اللغة، لأن أنا بشوف العالمية هي لغة، كان ممكن يبقوا نجوم عالميين وليس فقط محليين. How would you like to be remembered? What would you like your legacy to be? يعني بحب الناس يذكروني بأنه واحدة كانت قريبة جدا منهم ودفعت عنهم وساعدتهم وحاولت تقدم لهم رسالة يستفيدوا منها، واحترمت عقولهم واحترمت مشاعرهم، وكانت honest، كانت صادقة، يعني كانت إنسانة حقيقية مش فيك. أهم شيء إن الناس تصدقني وتحس بقربي منهم، لأن ده حقيقي جوايا، إنه أنا حاسة إن أنا قريبة منهم جدا وبحبهم جدا، وبحب الفن عشان من خلاله بقدر أساعد الناس وأقدم لهم رسالة هامة. Thank you very much for speaking with us. Thank you so much. شكرا.